اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيقدم جدعان السوق العقاري اللي بنحاول دايما نقدم حاجات حصريه وجديده ولاول مره بنشوفها مع بعض. حلقتنا النهارده من الساحل الشمالي. اللي حابين نقوله في برنامجنا ان الساحل الشمالي متقسم لثلاث مناطق رئيسيه دلوقتي. الساحل الشمالي القديم زي ما احنا عارفين ان هو من منطقه العجمي لحد مدينه العالمين بواجهه تقريبا 85 كيلو على البحر، بيضم اكتر من 120 مشروع. الساحل الشمالي الجديد اللي هو بيبدا من بعد مدينه العالمين لحد سور المفاعل النووي بواجهه على البحر تقريبا اكتر من 45 كيلو، وفي اكتر من 30 مشروع. اما المنطقه الجديده واللي احنا في البرنامج بنسميها الساحل الترند، وهي بتبتدي من مدينه الضبعه من بعد سور المفاعل النووي لحد مدينه مرسى مطروح بواجهه شاطئيه تقريبا 100 كيلو. المنطقه دي فيها حوالي دلوقتي اكتر من 40 مشروع تحت التطوير والتنميه. تعالوا مع بعض نشوف التقرير الخاص بالمنطقه دي تحديدا ونرجع نشوف فقراتنا ايه النهاردة. تعالوا نعرف مع بعض ايه هو الساحل الترند. دي منطقة مهمة جدا بتشكل جزء رئيسي من الساحل الشمالي، ودي منطقة لا تقل اهمية من حيث الموقع وجمال بحرها عن مناطق الساحل الشمالي الحالية. كمان مهم حضراتكم تعرفوا ان كل مكان الاتجاه غربا بمحاذاة البحر بتكون طبيعة الساحل رملية اكتر. لو هنتكلم سريعا عن المشروعات الموجودة في منطقة الساحل الترند هنقدر نقول انها اكتر من 30 مشروع، بتبدأ من الكيلو 165 مشروع دي باي من شركة تطوير مصر على مساحة 200 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بتقسيط على 8 سنين واسعار بتبدأ من 3,800,000 جنيه. وفي كيلو 179 في مشروعين لشركة لافيستا، مشروع لافيستا باي ومشروع لافيستا باي ايست، وده على مساحة 285 فدان وبتقسيط بيوصل لست سنين واسعار بتبدأ ب 4,300,000 جنيه. وفي كيلو 170 هنلاقي مشروع سيزن اللي بتنفذه شركة القمزي على مساحة 204 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بتقسيط على 8 سنين واسعار بتبدأ من 2,800,000 جنيه. هننتقل للكيلو 173، مشروع ووتر واي الساحل الشمالي من شركة اكويتي على مساحة 124 فدان، بيقدم وحدات بالتقسيط على 6 سنين ونص واسعاره بتبدأ من 4,600,000 جنيه. كمان عندنا مشروع دوز اللي بتقدمه شركة أكام الرقحي في الكيلو 174 على مساحة 125 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بتقسيط لحد 10 سنين وأسعاره بتبدأ من 1,900,000 جنيه. أما المفاجأة في الكيلو 180، مشروع سول اللي بتنفذه شركة إعمار مصر على مساحة 580 فدان، وده بيقدم وحدات بالتقسيط لحد 8 سنين وأسعاره بتبدأ من 13,000,000 جنيه. وفي الكيلو 183، مشروع بالي من شركة الشهاوي جروب على مساحة 75 فدان، واللي بيقدم وحدات بتقسيط لحد 10 سنين وأسعاره بتبدأ من 2,500,000 جنيه. في كيلو 183، مشروع قطمية كوست من شركة ستار لايت على مساحة 100 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بالتقسيط على 5 سنين وأسعاره بتبدأ من 5,400,000 جنيه. هنتحرك لكيلو 184، هنلاقي مشروع أزار آيلاند اللي بتقدمه مجموعة الريدي على مساحة 400 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بتقسيط على 8 سنين واسعاره بتبدا من 4,900,000 جنيه. كمان في الكيلو 187، مشروع سي فيو من شركه جيدار على مساحه 137 فدان، واللي بيقدم وحدات بالتقسيط لحد 8 سنين واسعاره بتبدا من 6,600,000 جنيه. كمان في نفس المنطقه هنلاقي في الكيلو 188، مشروع كورال هيلز اللي بتنفذه شركه نيو ستار ديفلوبمنت على مساحه 72 فدان، واللي بيقدم وحدات بالتقسيط على 6 سنين واسعاره بتبدا من 2,600,000 جنيه. في كيلو 192، مشروع دايركشن وايت من شركة أرابيلا، وده على مساحة 290 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 7 سنين وأسعاره بتبدأ من 2,500,000 جنيه. تعالوا بقى نروح للكيلو 193، هنشوف مشروع جيفيرا اللي بتنفذه شركة إنيرشيا على مساحة 1,309 فدان، واللي بيقدم وحدات بالتقسيط على 8 سنين وأسعار بتبدأ من 2,700,000 جنيه. وفي كيلو 194، مشروع جون من شركة صادق على مساحة 280 فدان، واللي بيقدم وحدات بالتقسيط على 7 سنين بأسعار تبدأ من 9,700,000 جنيه. أما في كيلو 194 هنلاقي مشروع جايا اللي بتقدمه شركة الأهلي صبور، وهو على مساحة 287 فدان، أسعار بتبدأ من 2,500,000 جنيه وأقساط حتى 9 سنوات. مشروع ذا ميد، وده اللي بتنفذه شركة بيبل اند بليسز على مساحة 307 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 7 سنين أسعاره بتبدأ من 3,500,000 جنيه.
في كيلو 198 مشروع كالي كوست من شركة مافن على مساحة 230 فدان، وده بيقدم وحدات بالتقسيط على 9 سنين وأسعاره بتبدأ من 1,800,000 جنيه. في كيلو 199 مشروع سوان ليك من شركة حسن علام على مساحة 208 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 4 سنين وأسعاره بتبدأ من 9 مليون جنيه. ولما نتجه للكيلو 200 هنلاقي مشروع ماونتن فيو بمنطقة راس الحكمة اللي بتنفذه شركة ماونتن فيو على مساحة 500 فدان، بيقدم وحدات بأقساط حتى 8 سنوات وأسعاره بتبدأ من 3,500,000 جنيه. أما في الكيلو 205 هنلاقي مشروع لافيستا راس الحكمة اللي بتنفذه شركة لافيستا على مساحة 140 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط لحد 7 سنين وأسعاره بتبدأ من 3,700,000 جنيه. وفي الكيلو 207 مشروع هاسياندا ويست لشركة بالم هيلز ديفلوبمنت على مساحة 137 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بالتقسيط على 8 سنين وأسعاره بتبدأ من 3,700,000 جنيه. في الكيلو 214 هنلاقي مشروع هايت بارك نورث اللي بتقدمه شركة هايت بارك على مساحة 240 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 8 سنين وأسعاره بتبدأ من 3,400,000 جنيه. وفي كيلو 211 مشروع فوكا باي من شركة تطوير مصر على مساحة 238 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 6 سنين وأسعاره بتبدأ من 3,800,000 جنيه. هنتجه غربا كمان وتحديدا للكيلو 212 مشروع المصيف اللي بتنفذه شركة ام سكوير على مساحة 171 فدان، وده مشروع بيقدم وحدات بالتقسيط على 8 سنين وأسعاره بتبدأ من 2,600,000 جنيه. في نفس المنطقة مشروع نايا باي من شركة جوميرا على مساحة 112 فدان، وده بيقدم وحدات تقسيط على 10 سنين وأسعاره بتبدأ من 2,800,000 جنيه. وفي كيلو 214 مشروع أزهى الساحل اللي بتنفذه شركة مدار على مساحة 250 فدان، وبيقدم تقسيط على 8 سنين وأسعاره بتبدأ من 2,600,000 جنيه. وفي كيلو 222 هنقابل مشروع سيلفر ساند اللي بتنفذه شركة أورورا ديفلوبمنت على مساحة 485 فدان، وده مشروع بيقدم وحداته بالتقسيط على 6 سنين وأسعاره بتبدأ من 6 مليون جنيه. وأخيرا وصلنا لآخر منطقة في الساحل الشمالي الترند، وهي كيلو 255 واللي فيه مشروع ألمازا باي، وده مشروع كبير بتنفذه شركة ترافكو جروب على مساحة 1500 فدان، وبيقدم وحدات بالتقسيط على 5 سنين وكمان أسعاره بتبدأ من 9 مليون جنيه. لو لخصنا ال 15 شركة اللي عرضناهم على حضراتكم هنلاقي ان اجمالي مساحة المشاريع دي تعدت 8600 فدان. لو ال 15 شركة دول باعوا مشروعاتهم كلها النهاردة مبيعاتهم لن تقل عن 600 مليار جنيه، لكن المبيعات المتوقعة حتى اتمام تنفيذ المشروعات دي هتتعدى تريليون جنيه، منطقة حجم مبيعاتها كبير. والكلام عن الساحل الشمالي الترند لسه في كلام كتير. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان ريل استيت يزور مشروع ماونتن فيو في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ويلتقي المهندس عمرو سليمان رائد صناعة العقار في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، حيث يكشف توصيات هامة لنجاح المشروعات العقارية الكبرى وأسرار إقامة أكبر ملتقى للديكور في الساحل الشمالي. فريق الجدعان ريل استيت يرصد تفاصيل برنامج جديد تنفذه شركة ماونتن فيو في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يستهدف تنمية مهارات الأجيال الناشئة بفنون البزنس وإدارة الأعمال، ويحقق معايير الاستدامة والسعادة لأصحاب وحدات المشروع وزائري. في فقرة الرحلة، فريق الجدعان ريل استيت يرصد أسرار تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق لربط مناطق غرب القاهرة بمحاور شرق القاهرة. تشاهدون الآن فريق الجدعان ريل استيت يزور مشروع ماونتن فيو في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ويلتقي المهندس عمرو سليمان رائد صناعة العقار في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، حيث يكشف توصيات هامة لنجاح المشروعات العقارية الكبرى وأسرار إقامة أكبر ملتقى للديكور في الساحل الشمالي. النهاردة احنا في زيارة خاصة لمشروع ماونتن فيو راس الحكمة. ماونتن فيو واحد من أول المشروعات اللي اتعملت هنا في راس الحكمة، وساهمت كتير في الديفلوبمنت بتاعت المكان بالكامل. ماونتن فيو هنا من المشاريع اللي عاملة الدوشة في المنطقة، عاملة باز جامد جدا في المنطقة. مفيش حد ما يعرفش او ما سمعش عن ماونتن فيو راس الحكمة.
اي حد بيفكر يشتري في الساحل الشمالي لازم من اول الاسماء اللي بتتحط قدامه ماونتن فيو راس الحكمة. ده لان مشروع مختلف، هم ليهم ستايل معين وليهم روح معينه بتبقى موجوده في المكان بيهمهم جدا ان هم يطوروا فيها ويحافظوا عليها. المشروع بيبقى تو ثيمز تقريبا او تو مين ثيم للمشروع، او يعتبروا مشروعين جوه مشروع. هم واخدين الستايل ميديترينيان بشكل عام بكذا ستايل بقى، الجريك فالميديترينيان في كذا ستايل لكن كلهم بيبقوا بنفس الروح. مشروع ماونتن فيو هنا في المنطقه دي من المشروعات كمان اللي مساحتها كبيره، مساحه الارض كبيره، حوالي 500 فدان، ولحد النهارده كل لونش بيتعمل بيبقى عليه اقبال كبير جدا من الكلاينتس. على فكره ماونتن فيو من كام يوم لسه عاملين لونش المرحله جديده في المشروع، واللي انا سمعته ان كان عليها اقبال جامد جدا جدا جدا. ما زي ما قلت لك ده بسبب ان هم دايما متجددين ودايما محافظين على مستواهم، فانت مش هتلاقي سنه هنا شبه اللي قبليها، كل سنه لازم يكون عندهم فكره جديده وشيء مختلف في المشروع. احنا دلوقتي داخلين مشروع ماونتن فيو راس الحكمه، المشروع مختلف. هنقابل التيم وهيحكي لنا على مشروع ماونتن فيو ويفرجنا اكتر على مشروع ماونتن فيو. هنعرف منهم اكتر عن مشروع راس الحكمه، وهنعرف منهم عن المشروع الجديد اللي بيعملوه السنه دي وندرفيل، واخر لونشز عندهم اخبارها ايه ومعلومات عنها. فان شاء الله يبقى يوم مميز وزياره مميزه. والاول مره في برنامج الجدعان ريل استيت هنخش نقابل المهندس عمرو سليمان اللي هيحكي لنا اكتر عن ماونتن فيو والنجاحات المتتاليه لماونتن فيو، هنقدر نفهمها اكتر منه، وان شاء الله يبقى يوم لطيف. يلا بينا نقضي يوم في مشروع ماونتن فيو راس الحكمة. عارفين ليه لما بنزور أفخم المنتجعات السياحية في العالم وخصوصاً في قبرص واليونان وإيطاليا بنحس بحالة من السعادة ومودنا بيتغير في لحظة، لأنهم بيستخدموا اللون الأبيض بذكاء شديد جداً في المباني والمناطق الترفيهية وعلى البحر، كله أبيض في أبيض. واللي حضراتكم لازم تعرفوه هو أن اللون الأبيض مرتبط في حياتنا دايماً بنهاية مرحلة ممكن تبقى صعبة وبداية مرحلة جديدة بمود مختلف لذيذة ودمها خفيف، مرحلة بريحة يود البحر كلها جنون وراحة نفسية. ده اللي نفذوه حرفيا في مشروع ماونتن فيو الساحل الشمالي، وتحديدا في منطقة راس الحكمة، هي منطقة أساسا سبحان اللي أبدعها ووهبها لمصر. أما المباني والشوارع والجدران والسلالم وكل حاجة حواليك في المشروع لونها أبيض، وتخيلوا بقى لما يكون المشروع بالكامل والسحاب بلون واحد الأبيض وبينهم البحر بلونه الأزرق، أكيد مش هتبقى محتاج أكتر من كده عشان تشحن طاقتك وتأهل نفسك اللي من حقها تتبسط لأجمل أيام حياتك. صدقوني ده الانطباع الأول اللي تحس بيه لما تزور مشروع ماونتن فيو الساحل الشمالي في منطقة راس الحكمة، إبداع بجد بتنفذه شركة ماونتن فيو في قلب الساحل الترند أو الساحل الشمالي الغربي، اللي بقت المنطقة الأبرز حاليا بمشروعاتها الكبرى اللي بتنفذها أكبر المطورين بالسوق العقاري المصري. وبالمناسبة شركة ماونتن فيو كانت من أوائل الشركات اللي دخلت منطقة راس الحكمة وقدرت تنفذ مشروعها بين أكبر شبكة طرق ومحاور جديدة نفذتها الدولة الفترة الأخيرة، زي محور الضبعة العملاق وطريق العالمين الجديد، وده طبعا ساهم في ربط المنطقة بالقاهرة الجديدة ومناطق الساحل الشمالي. مش بس كده، ماونتن فيو بخبرة 17 سنة قدرت تنافس أعلى الشركات العقارية في المبيعات بإجمالي 11 مليار جنيه في النص الأول من عام 2022. كمان شركة ماونتن فيو بتنفذ مشروع راس الحكمة على مساحة 500 فدان وبواجهة ساحلية على البحر بطول كيلو ونص تقريبا، وبيقدم خدمات متكاملة لأكتر من 1500 أسرة حاليا من بين 6000 أسرة عند اكتمال المشروع. المفاجأة إن المشروع هيكون فيه كريستال لاجون بمساحة 60 فدان، وكمان بيضم 2 من أكبر الفنادق العالمية باي اي اتش جي. المشروع مكون من 7 مراحل بأسامي مميزة جدا، هم ديبلو، جريك آيلاند، سكالا، كريت، رودس، باروس، وأخيرا المرحلة 7 إيفيا اللي تم إطلاقها لسه الشهر اللي فات، وهي على مساحة 120 فدان وهتضم حوالي 1900 وحدة وأكتر من 8 حمامات سباحة، وفيها تنوع في الوحدات بتكون ما بين شاليهات والتاون هاوس.
المرحلة دي حجم مبيعاتها تجاوز لغاية النهاردة حوالي 3,600,000 جنيه، وحجم المبيعات ده طبيعي لأن البحر هناك يخبل بجد، ولا أروع يعني، ولا حكايات ألف ليلة وليلة. دلوقتي تعالوا نقابل في مشروع ماونتن فيو راس الحكمة في الساحل الشمالي المهندس عمرو سليمان، رائد صناعة العقار في مصر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو. هيشرح لحضراتكم المشروع وهنناقشه في التحديات اللي بتواجه السوق العقاري المصري. وبالمناسبة المهندس عمرو سليمان هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، وواحد من رواد صناعة العقار في مصر والشرق الأوسط. أسس الشركة سنة 2005 وشارك في التخطيط لتنفيذ أكثر من 15 مشروع متميز في مناطق شرق وغرب القاهرة ورأس الحكمة والعين السخنة بحجم محفظة أراضي تعدى 2200 فدان، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المسؤولية الاجتماعية زي بنك الطعام وتروس مصر، وكمان شارك في تأسيس برنامج أكاديمية التطوير العقاري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو أحد أفراد لجنة التحكيم في مشروع التخرج للبرنامج. لمدة 20 سنة دلوقتي ماونتن فيو بتسعد الناس بالديزاينز بتاعتها المختلفة في كل حتة في مصر، أكتر من 15 مشروع، آلاف الأفدنة وملايين الأمتار. لما حضرتك بتبص على الرحلة دي بتفتكرها بتفكر فيه؟ احنا كل بنفكر فيه زي ما احنا كده ابتدينا الميشن بتاعتنا، احنا قلنا ان احنا عايزين بمنتهى البساطة اننا نعمر، يعني بنبني ونعمل، وكمان الحاجة التانية اننا بنحاول نسعد الناس. فانا ما بحسش انها رحلة طويلة ولا قصيرة، يعني هي نفس اللي كل لحظة احنا بنحاول نحسن الاول من نفسنا، عشان الرحلة بتاعت ان انت تسعد او تعمر دي مش حاجة سهلة، وفي نفس الوقت حاجة ممتعة. احنا من اول يوم الحقيقة ما كناش عارفين ان نقول حتة اعمار الارض وسعد ما نحاولها، من اول يوم كنا بنفكر ازاي نعمل حاجة مش ان تبقى احسن كومباوند ولا احسن بيلدينج ولا احسن حاجة، كنا بنفكر ايه اللي يخلي الناس تكون مبسوطة، ايه اللي يخلي الناس تكون حاسة انها في حاجة ليها معنى ليها قيمة. ده اللي كنا بنفكر فيه. وبعدين بعد ما اتطورنا شوية ابتدينا نسأل نفسنا طب احنا بنشتغل ليه، والهي عملنا يعني قاعدة كبيرة قوي ووقفة جدا مع نفسنا لغاية ما طلعنا حتة ان احنا اعمار الارض واسعاد من حولنا. ليه انا بقولك برضو كده؟ لانه هي الفكرة احنا عمل جماعي كبير، احنا 1500 واحد بيشتغلوا مع بعض، والحاجة ان احنا تعرف ناس لابد انه يكون في ناس كتيرة عشان ناخد افكار كتيرة، ومن الناس نفسهم ايه اللي بيحبوه ايه اللي بيعملوه الكلام ده كله. فكان لازم يبقى في حاجة بتجمعنا، حاجة تخلينا نعرف الدايركشن فين، ايه الديستنيشن او ايه الكلام ده كله. واحنا لا ندعي ان احنا نقدر نسعد الناس، نديهم كارت بلانش انه وانس ان انت دخلت، لا، بس احنا بنحاول نعمل بلاتفورم لده، بنحاول نعمل ايه اكتر حاجة ممكن نعملها. بتيجي ازاي؟ اننا نبتدي الاول نسألهم ايه تفكيركم في حلمكم في الحياة بأحسن شكل، للولاد الصغيرين للكبار للكلام ده كله، لان انت برضه تعمل العيله، ازاي العيله ترتبط ببعضها، ازاي توجد، تعرف كلنا دلوقتي بنستعمل موبايل وعايشين جوه العالم الفيرتشوال ده، وفي النهارده مشكله في الحكايه دي كبيره جدا. طيب هل هنقعد نشتكي من المشكله دي ونقول كل الناس على الموبايل؟ يبقى مش هنعمل حاجه. اللي دايما بيشتكي عمره بيعرف يعمل حاجه. اللي فكرنا فيه طب ايه اللي نقدر نعمله انه نعمل كده، لما لقينا اننا بنقدر نعمل نفكر في الناس ونعمل لهم اكتيفيتي مختلفه ان هم زي المكان اللي احنا فيه، وان هم يبقى عندهم حاجات بتجمعهم، حاجات ليها معنى، حاجات ليها طعم. يا يعني المكان ده ايه الاختلاف بتاعه؟ المكان هنا مش بس محلات او ان انت بتاكل او انت بتشرب، لا، كل محلات معاها كوكينج سكول بتعلم الولاد، بيجي اب وابنه، بيجي ام وبنتها، بيجي ولاد مع بعض اصحاب يتعلموا في عز فهمي جيلري، بس مش بس عز فهمي جيلري از بيع، لا، از ورشة بتعلم الولاد. وورا ده كله عاملين اليوث اكاديمي وهارت وورك اكسبرس عشان ندي الولاد ازاي يعملوا مشروع، وازاي تناقش ان هو عمل بيزنس بلان، وازاي قيمة العمل، وازاي الكلام ده كله. ده خلى المكان فيه حياة، فيه الايف كده، فيه معنى للموضوع. هو ده اللي احنا بنحاول ندور اننا كل يوم نعمله ونحسنه ونجود فيه. انتوا كنتوا من البايونيرز اللي دخلوا منطقة راس الحكمة ومن اوائل المشروعات اللي موجودة فيها، وفعلا الناس كلها مشيت على خطاكم بعد كده. كانت ايه الفيجن بتاعتكو او الرؤية وانتو بتختاروا المكان ده وبتبتدوا المشروع فيه؟ اولا مصر دي من فيها احلى حاجة في العالم، ويعني انا بتكلم على بس منطقة راس الحكمة ولسان راس الحكمة، ده اكتر اول فيلم دوكيومنتري اتعمل في العالم اتعمل في المنطقة دي، لان دي المنطقة اللي بتجيلها الطيور المهاجرة، بتكلم على المنطقة كلها مش على لسان. المنطقة دي البحر بتاعها غير عادي، احنا بنحب نستكشف مكان جديد. لما جينا فكرنا فيه برضو فكرنا طيب الناس لما بتيجي الساحل بتبقى جاية امتى؟ بتبقى جاية في الصيف، عايزين حاجات مبهجة، عايزين حاجات تحسسهم بالبريز بالتشيل بالحاجة الساقعة، الحاجة الساقعة عشان الحر اللي موجود في الصيف.
فاخترنا الالوان الابيض والازرق، ولقينا ان الثيم ده ماشي مع اليوناني، انه حاجه تكون بسيطه، ان الناس ما تجيش متكلفه، تبقى جايه بتفك عن نفسها، بتقضي وقت مختلف عن اللي بيقضيه في البيت. فبدينا نفكر الحاجات دي ازاي نركبها مع بعضها في ما بين الشكل وما بين الجوهر بتاعها وما بين المعنى اللي حواليه. ما فيش سنه تقريبا بتعدي الا بيكون ليكوا ابتكار جديد وفكره جديده وبتطبقوها في السوق، ده غير ان تلامذة ماونتن فيو النهارده في مراكز قياديه في كل حته في مصر. لو تدينا روشتة او فكره ازاي الشركات تفكر ان هي تبتكر، تعمل فكره جديده، تعمل انوفيشن جديد عشان خاطر تطور. النهارده لما فكرتوا حتى تعملوا ماركتنج كامبين عملتوها مع ايكون كبير زي محمد صلاح، كانت الفكره من وراها البابل فري، ازاي تخرج بره البابل، ازاي نخرج بره الالكترونيك ديفايس، ازاي بتقدروا تطلعوا بالافكار دي؟ يعني لو تدينا روشتة. هي فكره ان احنا طول ما انت بتفكر في الناس، الناس دايما طلباتهم متغيره، الناس دايما عندهم احلام بتتطور، ومع كل عصر بيحصل ظروف ايجابيه وظروف سلبيه. زي مثلا احنا العصر اللي فيه الناس بقت عندها تحت ايديها كل حاجه، عندها كل حاجه، فكان بنفكر ازاي اننا نحاول نخلي الناس يتعلموا حاجه ليها معنى جديد. بقى في مشكله في الموبايل، واننا كلنا عايشين في الموبايل وما بنلعبش مع بعض. زمان كان الساحل ده الناس تلعب فولي، راكت، بتتحرك، الكلام ده كله. دلوقتي بقى كله قاعد على الموبايل بتاعه. لما بنيجي احنا نشوف الناس وندرس الناس، بنطلع من ده، هي الافكار بتطلع من كده، تطلع من النيد الحقيقي للناس بيفكروا ازاي وازاي نعمل ده. زي مثلا لما احنا فكرنا دلوقتي ان الناس عايشه في بابل فري، احنا كان الاعلان رساله لده، بعد كده بندور على مين اللي احسن واحد ممكن يمثل الرساله دي، وبعدين احنا ما بنجيبش حد يكون معانا يعمل اعلان، لانه برضو محمد صلاح امباسدر معانا، وهو بتعجبه لازم الفكره، او بنكون احنا بنتناقش مع بعض في الافكار، لان لازم الحاجات دي تضيف لي كنجم احنا كلنا بنحترمه وبنحبه، وكمان تضيف لينا كشركه. فبندور على الناس اللي عندهم افكار متشابهه معانا، وبنشترك كلنا في عمل متكامل. هو مش بس الماركتنج كامبينز، الديزاينز بتاعت ماونتن فيو لا يمكن تخطئها، يعني النهارده لا يمكن تشوف الديزاين بتاع ماونتن فيو ما تعرفش ان ده مشروع ماونتن فيو. ما هو زي ما احنا بنقول ايه، هي كلها منظومه واحده ما بين الديزاين وما بين الناس اللي بتاول. قبل الديزاين بنفكر الناس بيحلموا بايه، وبنقعد نعمل ريسيرش كبير على ده. وعملتوا الكونسيبت بتاع هابينس باي ديزاين. بالظبط كده، انه احنا الهابينس باي ديزاين بيدور على الساينس بتاعه الهابينس، وبيدور على الناس، وهو ده دلوقتي بقى البريف الاولاني لما نيجي نشتغل. قبل ما الناس بتشتغل تفكر تبني ازاي او احلى مبنى، احنا بنفكر الناس ازاي بقى عندهم احسن حاجه تخليهم يعيشوا بطريقه كويسه. وده مش منتهي، لان الناس على طول افكارها واحتياجاتها بتتغير، فاحنا على طول دايناميك، ان احنا ده بيخلينا متجددين، اننا بنتجدد زي ما الناس بتجدد افكارها احنا بنتجدد معاهم. يعني الموضوع كله بيبتدي من ازاي الناس تعيش احسن. بالظبط، هو بيبتدي بالناس ان هم عايزين ايه، وبينتهي بالناس عايشين ازاي. فهو ده الخط اللي احنا بنتحرك فيه، ومعاهم احنا دور معانا، وان احنا برضو بنقول ازاي احنا كمان نكون مبسوطين وسعداء واحنا بنعمل ده، عشان دايما اللي بيسعد الناس هو كمان بيبقى سعيد. طب خبر حصري بقى لبرنامج الجدعان ريل استيت عن حاجه upcoming، فكره او ايفنت انتوا شغالين عليه. ان شاء الله upcoming، ان شاء الله احنا عندنا قبل نهايه السنه يكون في التعاقد على المدينه الجديده 1700 فدان مع شركه مصر الجديده على مرحلتين، مرحله اولى 740 فدان اللي هنبتدي فيها على طول ان شاء الله، واحنا في الخطوات لده ان شاء الله. خلي بال حضراتكم، شركه ماونتن فيو اطلقت بمشروع الساحل الشمالي اكبر ملتقى للديكور على شاطئ البحر، بالتنسيق مع شركة إيسورس للديكور، واللي بتشارك فيه كبار مصممي الديكور في مصر والعالم، وبيقدم عروض وخدمات خاصة جداً في فنون الديكور والإضاءة بخامات صديقة للبيئة، ودي فرصة كبيرة للمهتمين وعملاء الشركة للاستفادة من العروض اللي بيقدمها الملتقى. وده اللي عرفناه لما قابلنا السيدة داليا لاز مؤسسة شركة إيسورس للديكور، واللي هتكشف عن أسرار اختيار مشروع ماونتن فيو الساحل الشمالي لإقامة أكبر ملتقى للديكور، وتفاصيل أكبر منصة رقمية للديكور في مصر والعالم. ركزوا معاها. انتوا قلبين النهاردة ماونتن فيو الساحل الشمالي، عاملين ايفنت جميل جدا اللي اسمه ديزاين ويفز، ممكن تعرفين عليه؟ هي فكرة ديزاين ويفز فكرنا فيها احنا وفيلم ماي ديزاين إيسورس وفيلم ماي ديزاين مع تعاون مع ماونتن فيو. هي أول مرة تتعمل في الساحل فكرة اللي يبقى فيه لارج انستليشنز من السبلايرز اللي هم المصنعين المصريين والمصممين، فعملناها على البحر، وفي فيلم سكرينينج فيلم دنماركي بيتكلم عن التصميم، لأول مرة نعمل حاجة فكرة الفيلم سكرينينج على البحر.
احنا مشتركين معانا 8 من الموردين السبلايرز والديزاينرز ديكوراتيف جلاس، عاملين انستاليشنز ازايز على البحر، في بنسل لايت، عاملين حاجه عن الاضاءه وهما مصنع كبير بتاع لايتنج. ومعانا برضو غادة دويك، هي برضو عاملة installations، هي مصممة مصرية وعاملة فكرة لذيذة عن اللايتنج ديزاين. وفي رابل دول بيطبعوا على القماش وعاملين أفكار حلوة قوي بالقماش وشكلها على البحر لذيذ بالباترنز بتاعتهم. في كاربان سراي برضو عاملين installations كده مختلف، هما بيعملوا حاجات بالخشب والكارفد. وفي ابني اند ايفوري من المصانع الكبيره اللي بتعمل كراسي وفرنتشر للمشاريع الكبيره، وهم برضو مشتركين معانا المره دي. معانا برضو اسلام فرحات، هو مصنع بتاع خشب وحاجات كلادينجز، فعاملين برضو معانا حاجات. وحسامه بيعملوا صدف على الفرنتشر، وبرضو عاملين حاجات عن الخامات السستينبل ماتيريالز. دلوقتي الخامات بقت بتضر البيئه شويه، فعايزين برضو نشاد اللايت على فكره في خامات ممكن تتعمل مستدامه بتساعد البيئه، فبرضو دي بنعملها عاملينها قصاد. والفيليج هنا كمان حلوه بالليل، فبيبقى في ناس كتيره جايه تاكل في الريستورانتس، فلما جايين يشوفوا حد بيشتغل في الحرف اليدويه بتبقى مختلفه غير اللي بيجوا عادي يجوا ياكلوا ويمشوا. يعني مش بس اللي موجودين هنا في ماونتن فيو، اللي بيجوا من القرى الثانيه عشان يجوا يسهروا هنا بالليل. بالظبط. عرضتوا الفكره على ماونتن فيو ازاي؟ احنا وفيلم ماي ديزاين كنا بنفكر ان احنا نعمل فيلم سكريننج في الساحل على البحر. ماونتن فيو اوريدي احنا كنا بنتكلم معاهم، هم بيعملوا افكار زي هارت وورك ووندرفيل. هارت وورك بتدعم فكرة الكوركينج سبيس، واحنا كنا بنتكلم معهم في حاجة في القاهرة في المقر بتاعنا. فالسيف جي، ففكرة اللي احنا نعمل اتكلمنا معهم، عرضنا عليهم موضوع الفيلم سكرينينج عجبتهم، وهم بيسابورت فكرة الديزاين وعارفين اهميته. هم بيدعموا قوي فكرة اللي لازم التصميم يبقى كويس عشان هو بيحسن البرودكتيفيتي والويل بينج، فلازم السراوندينج يبقى متصمم على اعلى يعني مظبوط عشان الناس تعرف تعيش احسن. وده سبب اختياركم الرئيسي ماونتن فيو، صح؟ هو عشان هم بيدعموا الافكار دي، فكان الابروتش كان سهل. وهم كمان يعني انا كنت محظوظه جدا ان انا اشتغل مع تيم كرييتيف وتالنتد، وهم اتس بيج انتيتي يعني الواحد يشتغل معاهم. فا يعني أنا شايفة إن أنا يعني كان شرف ليا إن أشتغل معاهم هيا. بالمناسبة، إدارة شركة ماونتن فيو دايما حريصة على توفير معايير علم السعادة بمشروعاتها، وبتلتزم كمان بجودة الخدمات اللي بتقدمها للعملاء، وده طبعا ساهم في زيادة حجم الثقة في الشركة وتعاقده مع النجم العالمي محمد صلاح لعمل إعلان عن البابل فري اللي شفناه في الفترة اللي فاتت. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت يرصد تفاصيل برنامج جديد تنفذه شركة ماونتن فيو في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يستهدف تنمية مهارات الأجيال الناشئة بفنون البزنس وإدارة الأعمال، ويحقق معايير الاستدامة والسعادة لأصحاب وحدات المشروع وزائري. تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت يرصد تفاصيل برنامج جديد تنفذه شركة ماونتن فيو في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يستهدف تنمية مهارات الأجيال الناشئة بفنون البزنس وإدارة الأعمال، ويحقق معايير الاستدامة والسعادة لأصحاب وحدات المشروع وزائري. ماونتن فيو عاملين مشروع ابتدى بالساحل الشمالي في منطقة رأس الحكمة،
من سنتين تقريبا، بيمكن الأجيال الناشئة اللي بتتراوح أعمارهم من 8 ل 16 سنة من خلال برنامج مصمم خصيصا لتنمية مهاراتهم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات تحت اسم Youth Development Program. الأطفال هيعرفوا من خلال البروجرام ده إزاي يشتغلوا بإيديهم ويعرفوا يكونوا بيزنس في العديد من كبرى الشركات والمؤسسات زي مثلا عزة فهمي وارت اند كلتشر وغيره. وده توجه شركة ماونتن فيو ضمن خطة توفير معايير علم السعادة والاستدامة لعملاء المشروع. تعالوا نقابل شريف المدني مدير التسويق بشركة ماونتن فيو، واللي هيوضح تفاصيل الخدمات اللي بتقدمها الشركة لعملائها في المشروع وبالذات في وندرفيل. ركزوا معاه. ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ ربنا يخليك سيه بجد. يعني احنا هنا في ماونتن فيو راس الحكمة، الشركة عندكم عاملة مشروع او فكرة تحفة، ان انا اعمل سيرفيس للكوميونيتي بس اوت اوف ذا بوكس. انا اول مره اشوف فكره زي دي موجوده جوه ريزورت او جوه مشروع ريل استيت موجود. انا ممكن ما كنتش شفت حاجه زي كده قبل كده. كلمني عن الكونسبت الاول بتاع الفكره. احنا حاليا في وندرفيل في ماونتن فيو راس الحكمه. احنا كان البيربز بتاعنا من الاول او هدفنا ان احنا نعمل حاجه للريزيدنتس بتوعنا فيها سيرفيس وفيها فاسيليتيز بس مختلفه شويه، فيها الدي ان اي بتاع ماونتن فيو. ماونتن فيو ان جنرال فكرها مختلف في الحته بتاعت الاكتيفيتيز او السيرفيسز اللي اوفرد للناس او للريزيدنتس عندنا. بمعنى ايه؟ ان الصيف ان جنرال مده طويله جدا، وعاده بتلاقي في المشكله ستيل مع الشباب او السن الصغير ان هم ماسكين الايبادز على طول، او ما بقوش بيعملوا الاكتيفيتيز اللي احنا كنا بنعملها زمان. يعني زمان كنت تلاقينا في الصيف احنا على البحر بنلعب فولي، بنلعب راكت، بنعوم من الساعه 10 الصبح لحد ما الشمس تنزل، اللي هو موضوع البابل فري. يعني بالظبط كنا اولموست عايشين بره البابل. ابتدينا نشتغل على حاجات للسن للاعمار كلها، من اول 6 سنين و7 سنين لحد سن الاهالي، على ديفلوبمنت. بمعنى ايه؟ او مينينج في الهابنس زي ما احنا بنقولها على طول، ان ازاي الولد يقضي صيفه بشكل ممتع وفي نفس الوقت يبقى بيديفلوب سكيلز، نبقى بنضيف له حاجه بيتعلمها في الفتره بتاعت الصيف. الصيف مظبوط، لان هو بيجي الصيف اكشلي معظم الاوقات اللي بنشوفه بيجي الصيف يقعد 3 شهور ما بيستفادش حاجه غير ان هو يا بول يا بحر. بالظبط، وهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه من اول ما دخلنا. زي ما انت شفت فاشن انكيبيتر، بنعلم الولاد فاشن ديزاين وازاي يبتدوا يشتغلوا على تصميم من الاول، ان هم بيعملوا تصميم لبس لحد ما هم ينفذوه فعلا بايديهم. عزه فهمي معانا ازاي بنقدر نعلم الناس جولري ديزاين. انا محتاج افهم اكتر، يعني انتوا بتجيبوا يعني انا دلوقتي ولادي يجوا يخشوا يتعلموا الفاشن ويقعد يتعلم ويعمل الحاجات دي فاشن، ممكن جولري ديزاين مع عزه فهمي، ممكن باند ميكرز يتعلموا مزيكا، ممكن كوكينج سكول يبتدوا يتعلموا طبخ ان جنرال. ده غير كده احنا كمان عاملين حاجه اسمها يوث ديفلوبمنت بروجرام، وده ان احنا الولاد بتيجي كامب جوه ماونتن فيو لمده 5 ايام، بييجوا من الاول خالص بنعلمهم انتربرينورشيب، يعني ايه بزنس، يعني ايه ماركتنج، يعني ايه فاينانس، كل حاجه فروم اي تو زد. فبييجوا بيخشوا يحضروا الورك شوبس دي، يتعلموا ازاي يعملوا حاجات، ازاي يقدر يطلع برودكت فروم سكراتش، ازاي يقدر يعمل لوحه فنيه، ازاي يقدر يعمل توت باج. ابتدوا يشتغلوا على البرودكتس بتاعتهم دي كلها. انت عارف انت بتتكلم في حلم، يعني انا بجد انا منبهر وانا بسمع الكلام ده. بعلم ولادي الفاشن، بعلمهم الكرافت، صح كده؟ يس، ارتس اند كرافتس، فاشن، كوكينج، ميوزك، الكلام ده كله. فده بيحصل على طول هنا في المكان ده، هنا في وندرفيل. فالولاد بييجوا اليوث ديفلوبمنت بروجرام، بيخشوا الورك شوبس بتاعتنا، بيتعلموا السكيلز او الهاند كرافتس دي كلها. بعد كده بياخدوا السيشنز بقى بتاعه الماركتنج، يعني ايه كوست، يعني ايه برايسنج، ازاي يعمل ماركتنج للبرودكت بتاعه. وبعد كده بيبقى فيه اخر يوم في الكامب بيبقى فيه ماركت بيبقى في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي، في الارينا اللي ده بالنسبه للسن الصغير. بالنسبه للكبار او الاهالي هنا برضو مكانهم موجود، هنا برضو مكانهم موجود، ان الاكتيفيتيز دي كلها فيها ورك شوبس ادفانسد او لسنهم. في حاجات ممكن تبقى بتتعمل فاذر اند تشايلد، الاب مع ابنه او الام مع بنتها او العيله كلها مع بعض، يبقوا بيخشوا بيعملوا اكتيفيتيز. ده اللي بيعملها الكامب بتاع ويل سبرينج معانا في الحته بتاعه اليوث ديفلوبمنت بروجرام. وغير كده الورك شوبس، كل ورك شوب مع نفسه،
كل ده موجود هنا. كل ده هنا. يعني هنا انت بتخاطب انا دلوقتي لو انا اونر او عميل هو كده اللي انا شايفه بقى ما بقتش عميل انا بقيت one of the family. Yes it's a family. احنا على طول يعني Mountain View المين فوكس بتاعها العملاء. It's a people's company. بتركز مع العملاء بتركز مع الهابنس بتاع العملاء ازاي تقدر توفر للناس حياة. يعني خلاص حتة الأوضتين النوم والجنينة والروف أربع حيطان خلاص أنا بشتري دلوقتي في الساحل ما برا الأربع حيطان بالظبط. في عندكم خطة أن أنتوا تستفادوا من النجاح ده في مشاريعكم التانية؟ إحنا يعني واندرفيل هو الريتيل كونسبت بتاع ماونتن فيو ده اللي إن شاء الله هيبقى دوبليكيتد وهيبقى موجود معنا في مشاريع تانية كتير شغالين عليها في الوقت الحالي. دلوقتي هنقابل وجدي وهنا اتنين من شباب رواد الأعمال اللي عايشين في إحدى مشروعات ماونتن فيو. قرروا ينفذوا فكرة بديعة في قلب مشروع ماونتن فيو راس الحكمة وبالأخص جوه مشروع واندرفيل. والفكرة هي كوميونيتي سنتر اسمه جالوس، مكان مذهل لأول مرة بيتنفذ في قلب المشروع بيقدم خدمات فريدة ومختلفة، وده اللي خلى إدارة شركة ماونتن فيو تتبنى دعم الفكرة داخل واحد من أهم مشروعاتها على ساحل البحر. تعالوا نعرف تفاصيل جالوس من وجدي وهنا، ركزوا معاهم. ممكن تعرفونا بنفسكم؟ أنا وجدي عندي 21 سنة بدرس لسه في UC بزنس. أنا هنا عصام أنا برضو لسه متخرجة من الجامعة كنت في UK وعندي 22 سنة. النهاردة احنا جايين نتكلم معاكم على فكرة جديدة انتوا عاملينها في قلب ماونتن فيو الساحل الشمالي. مكان جديد والفكرة جديدة وابتكار وستارت اب لطيف جدا، حابين ان انتوا تحكوا لنا عنه. الفكرة جت ازاي؟ اول ما بدانا دراسه في جامعه عامه واحنا عايزين نبدا نعمل حاجه عشان ستارت اب سين في مصر عامه بقى يعني سين عالي قوي، بقى في ناس كتير بنشوفها حوالينا عامه تبدا تعمل حاجه وتوصل تبقى ناجحه في حياتها. فده كان اللي هو زي اثر علينا اللي احنا كمان نبدا نعمل حاجه. بدانا اللي هو نشوف طيب ايه الحاجات الترندي او ايه الحاجات اللي بدات دلوقتي خروجات مثلا تبقى هنا بتاع. خدنا كل الحاجات دي والادفانتجز من كل الحاجات دي وعملناها في جالوس، وخدنا بالذات بقى كل الديس ادفانتجز اللي في نفس الحته اللي احنا بنقعد فيها وحابين احنا نصلحها في يعني في جالوس. طب اشرحي لي اكتر ايه المختلف عندكم؟ المختلف ان انت بتيجي هنا انت بتكسبيرينس حاجه مختلفه كل مره، كل مره بتعرف على ناس جديده، كل مره بتقعد مع ناس يعني المفروض ان هي هتفيدك قدام، بتعمل نتوركينج سكيلز، حاجات مختلفه مش هتلاقيها عامه في كافيه ولا في قاعده تانية انت بتقعدها في العادي. بتعملوا ايفنتس معينه؟ ان شاء الله احنا شغالين على بروجكت القاهره اللي احنا يبقى عاملين ايفنتس زي مثلا ستاند اب كوميدي زي تيد توكس بالظبط، حد يجي يتكلم يبقى بيتكلم في حاجه فعلا تفيد الناس اللي قاعده جوه، مش بس يعني تفيد الكاستمرز فعلا، مش بس ناس تيجي تظهر وتعمل كده في ده، وفي نفس الوقت في توك حد يجي يتكلم عن الاكسبيرينسز في حياته، حد يجي يتكلم يفيد الناس الجيلنا عامه اللي هو قدام ايه اللي ممكن تعمله ايه اللي ممكن تشتغل عليه. يعني نقدر نقول ان جالوس هو كوميونيتي هاب انتوا عاملينه بشكل مختلف. بالظبط احنا بنحاول نبني بوزيتيف ايكو سيستم للناس اللي هي تفيد بعض وفي نفس الوقت تعيش اللايف ستايل بتاعتها وتتبسط وفي نفس الوقت افري ويك بنعمل كومبيتيشن بينج بونج مثلا بلياردو نعمل دورت حاجات كده ان هي الناس اصلا تتعامل مع بعض تعرفوا على بعض فده برضو يعني on its own هو ده بيعمل الكوميونتي اللي احنا عايزينه. وانتوا بتبنوا على الفكرة بتاعت ماونتن فيو بتاعت البابل فري. بالظبط الموضوع ده فادنا قوي كوميونتي بتاعت ماونتن فيو عشان ماونتن فيو already مهتمية قوي بالحتة دي. ازاي اقنعتوا ماونتن فيو بالفكرة؟ احنا من شهر 9 الفات تقريبا وقعدنا معاهم اول ميتينج شرحنا لهم الكونسيبت بتاعنا عملنا لهم بقى مود بورد وكل حاجة وهم شهر بشهر بشهر عجبتهم الفكرة واحنا اصلا ما كناش عايزين نسافر الساحل خالص. احنا كان الفيجن بتاعتنا كانت في القاهره وبعدين هم لما لقوا ان الايديا لذيذه وكده هم حبوا ان هم يسابورت اس بحاجات تانية فعرضوا علينا فكره الساحل بس الصراحه يعني عجبتنا قوي بدا سبورت او دعم يعني هم دي سبورت اس في حاجات كتيره قوي ان تيرمز اوف بقى الكونسبت اصلا ان احنا نبني ان احنا نحط يعني الفيجن بتاعتنا انتوا حاجه حقيقيه دي كانت كلها الصراحه بيز اون السبورت منهم. هو دايما يعني حتى احنا اول ما جينا فتحنا جالوس مثلا كنا ساعتها بقى ما بين القاهرة والساحل على طول عشان حاجة بنجيبها وبنيه وكده. فأنا كان في يومين مثلا رجعنا القاهرة جيت لقيت الشريف المدني مستنيني هنا اللي هو أنا سمعت عن جالوس سمعت اللي هو ستارت اب وأنا عايز أساعدك من نفسه من غير أي حاجة وكل ماونتن فيو كإدارة كلهم كده على طول بيفولو اب على طول بيشوفوا مننا فيدباك لو محتاجين حاجة على طول بيسألوا حتى لو احنا مش محتاجين.
بس النهارده انتم موجودين في مكان مميز جدا في مشروع الساحل الشمالي الماونتن فيو وسط اكبر البراندز والمطاعم اللي موجوده في الماركت، فهل ده كان شيء مكلف بالنسبه لكم؟ لا صراحه ما كانش مكلف قوي عشان كان ماونتن فيو هم ساعدونا قوي من ناحيه الرنت وكده، احنا ويدنت بيت ان ريتيرن كانوا بياخدوا يعني البروفيت شير، فده كان احسن لنا بكتير ان احنا ناخد الستيب وقللوا علينا اتليست الريسك عشان احنا الاثنين صغيرين طبعا، فلسه اول ستارت اب جديد. اه بالظبط اول ستارت اب وكده. فبس تسهيلات من ناحيه ماونتن فيو كانت الصراحه يعني ما كانش هيبقى في جالوز الا من غير السبورت بتاعهم، هم حابين ان يساعدوا انتربرينورز زيكم جداً. او الناس رواد اعمال جدا جدا. طب بالنسبه للفيدباك بتاع الناس عامل ازاي؟ راي الناس ايه في المشروع اللي انتوا عاملينه؟ من اللي احنا حسيناه اللي دي كانت حاجه مش عايز اقول ناقصه ماونتن فيو، بس الانترتينمنت عامه هنا ما كانتش موجوده بشكل بتتلائم قوي مع الكوميونتي كده او مع السبيريت اللي موجوده في ماونتن فيو. الناس كانت مستنيه حاجه زي كده وعجبها جدا برضو روح المكان والكوميونتي، وبقوا يجوا اللي هو زي بشكل يومي عشان هم خلاص حسوا اللي هو جزء من المكان، ودي برضو فكره المكان كلها اللي الناس تخش تبقى هي جزء من المكان تبقى حاسه بالصحره بتاعتهم او الخروجه بتاعتهم. بالظبط كده. مفيش جدال، مشروع ماونتن فيو في راس الحكمة تجربة فريدة، نموذج مشرف اتنفذ بفلسفة عبقرية، أفكار بديعة قدرت تحول منطقة غرب الساحل الشمالي من مكان جديد لساحل الترند. عظمة بجد. تشاهدون بعد قليل في فقرة الرحلة. فريق الجدعان ريل استيت يرصد أسرار تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق لربط مناطق غرب القاهرة بمحاور شرق القاهرة. تشاهدون الآن في فقرة الرحلة. فريق الجدعان ريل استيت يرصد أسرار تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق لربط مناطق غرب القاهرة بمحاور شرق القاهرة. أكتر من 35 سنة مرت على انطلاق أول خط المترو الأنفاق في مصر، خط رمسيس حلوان، وأكيد حضراتكم عارفين إن شركات أجنبية هي اللي كانت بتشارك في تنفيذ مراحل مشروع مترو الأنفاق. النهاردة الموقف اختلف في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي هيخدم أكتر من 2 مليون راكب يومياً. تحالف مصري هيقوم بالمهمة وبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بطول 19 كيلو وإجمالي 17 محطة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس أحمد حسن خليل، خبير التنمية العمرانية ورئيس القطاع الهندسي بشركة LMD. ركزوا معاه. النهاردة حابين نتكلم عن محافظة الجيزة، إيه اللي الدولة هتقدمه جديد سواء من شبكات النقل أو من المحاور الجديدة لسكان وقاطني محافظة الجيزة؟ محافظة الجيزة فيها مشروعات نقل كتير قوي. احنا بنسمع دلوقتي عن التطوير اللي بيتم في محور 26 يوليو، بنسمع عن ربط محافظة الجيزة بمسار المونوريل بقلب القاهرة مرورا بمونوريل العاصمة الإدارية. كمان عندنا مشروع مهم جدا عايزين نتكلم عليه النهاردة، هو الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبالمناسبة بدأ تنفيذها بتحالف مصري، أول مشروع مترو الشركات المصرية تقوم بتنفيذه بالكامل. الشركات اللي اشتغلت في أنفاق قناة السويس النهاردة أهلت وتوافق عليها من كل المؤسسات العالمية إن هي تقوم بتنفيذ مترو أنفاق الخط الرابع. عندنا أربع شركات مصرية طبعا بقيادة المقاولين العرب، شركة بتروجيت، شركة أبناء علام، شركة كونكورد. الأربع شركات في تحالف بيعملوا المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. مترو الأنفاق الخط الرابع ده مشروع حوالي 43 كيلومتر، المرحلة الأولى بطول 19 كيلومتر، 17 محطة. أول محطة محطة سطحية حي الأشجار، عدي نفقي طريق الدايري. لتاني محطة في المسار هي محطة حدائق الأهرام اللي هي المنطقة السكنية دي. بعد كده محطة النصر اللي بتخدم منطقة ضباط إسكان الرماية للقوات المسلحة. بعد كده المحطة المهمة جدا وهي محطة المتحف الكبير. أنا بخدم محطة المتحف الكبير، السياح اللي هيجولي من محافظة القاهرة واللي هيجولي من منطقة التحرير واللي هيجيلي من منطقة
عمرو بن العاص وحي ومتحف الحضارات في المرحلة الثانية، هيقدر ان هو يزور متحف الحضارات ويركب المترو يجي لغاية المتحف الكبير. بعد كده محطة الرماية، بعد كده يبدأ مساره ويدخل على شارع الهرم. كلنا كنا عارفين الكثافات المرورية اللي في شارع الهرم عاملة ازاي. ياخد شارع الهرم كله يا محمد لغاية لما يتكامل مع الخط الثاني للمترو في محطة مترو الجيزة، اللي الخط الثاني بتكامل مع الخط الثالث في محطة جامعة القاهرة. يبقى عمل تكامل ما بين الخط الثاني والخط الثالث في محطة مترو الجيزة. بعد كده يبدأ ينزل يعدي النيل ويبدأ يعدي محطة الروضة، بعد كده يبدأ يعدي النيل تاني ويبدأ ينزل عند محطة الملك الصالح. ملك الصالح في المحطة دي بيتكامل مع الخط الأول. يبقى احنا عندنا الخط الرابع في المرحلة الأولى تكامل مع ثلاث أو أربع وسائل نقل. محطة حي الأشجار هي تتكامل مسافتها 3-4 كيلو، نقدر نعمل تكامل سطحي ما بين أوتوبيس ترددي مع المونوريل في محطة هايبر. بعد كده تكامل مع خط الثاني والثالث في محطة مترو الجيزة، بعد كده تكامل مع الملك الصالح مع الخط الأول في محطة الملك الصالح. زي ما شايفين المرحلة الثانية من المشروع تكامله مع الخط الأول، زي ما قلنا الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، بعد كده بيمشي في المنطقة لغاية منطقة الفسطاط، وبعد كده منطقة السيدة عائشة، بعد كده يروح يخدم منطقة منشية ناصر بكل الكثافات اللي موجودة، أعلى منطقة غرب منطقة المقطم بكل منطقة المقطم بيخدمها بجانب المنطقة اللي موجودة حديقة الأزهر ومنطقة القلعة، بعد كده يكمل مساره في طريق الأوتوستراد حتى منطقة الشيخ زايد، في مستشفى هنا اسمها مستشفى الشيخ زايد، بعد كده يوصل لغاية منطقة الجهاز المركزي، بعد كده يتكامل في المنطقة هنا مع ايه؟ مع دي محطة الاستاد، دي محطة الاستاد للمونوريل، مونوريل، ودي محطة الاستاد للخط الرابع. بعد كده ينزل جنوبا لغاية محطة نوري خطاب، محطة نوري خطاب في مصطفى النحاس، بعد كده يتجه شرقا ياخد شارع تقاطع مع عباس العقاد مع حسن المأمون، بعد كده يتجه شرقا في منطقة زهراء مدينة نصر، بعد كده يعبر الدائري نفقا يروح لمحطة الدائري، دي منطقة أكاديمية الشرطة ودي منطقة التجمع الأول، مرورا ليوصل لغاية منطقة إسكان الشباب، بعد كده يعدي طريق السويس لغاية لما يوصل لمحطة الرحاب. المنطقة دي منطقة لتجميع كل وسائل النقل، فيها دلوقتي محطة السوبر جيت، فيها موقف إقليمي للميكروباصات وللأوتوبيسات، فيبقى عندي منطقة هب كامل لكل وسائل النقل، هيبقى فيها محطة للأوتوبيس الترددي اللي بيتعمل على الدائري، فهيبقى ده نهاية الخط الرابع، ونفس الوقت هيبقى فيه ورشة للصيانة للخط الرابع. احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله الحلقات الجاية نستمتع بشبكات جديدة من النقل والمواصلات او حتى المحاور الجديدة. بنشكر حضرتك جدا. شكرا يا محمد. باختصار، وجود مترو الانفاق في مصر بقى امر حتمي، لانه وسيلة نقل مهمة حلت اختناقات مرورية كارثية وحققت سيولة مرورية في كل مناطق القاهرة الكبرى. ده كان اخر كلامنا النهاردة في برنامجكم الجدعان ريل استيت. هنستنى ارائكم ومقترحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الاحد الساعة 7 على قناتكم قناة القاهرة والناس 2.